إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. معنا قائد ميداني في كتيبة البراء بن مالك ليضعنا بالتفاصيل كيف تم الدخول إلى منطقة الشيء مقصود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف تمكنتم من دخول منطقة الشيء مقصود؟ الحمد لله بفضل الله التسلل علينا الساعة الرابعة صباحا. نعم. واتجهنا نحو أبنية وشوارع المواردل شبيحة المواردل. نعم. هنا تلقينا منهم مواجهة. نعم. وتمكننا بفضل الله من التقدم إلى من مكان قريب جدا من جسر العوارض. نعم. ومن ثم بفضل الله أنتم كما ترون. كيف همتكم؟ الحمد لله على وجودكم. النقطة الموجودين نحن فيها كم يبعد عنا الجيش عن الأسدي؟ لا يبعد سوى مئات الأمتار. ما هي الإصابات اللي حققتوها في منطقة وما هي أهمية شيء مقصود لديكم؟ أهميتها هي تقع في موقع جغرافي ذو ارتفاع عالي تكشف من جهة المداهمة. نعم. ومن ثم يتم محاصرة فرع المداهمة بالكامل وجسر العوارض. يعطيك العافية. أهلا وسهلا.